السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي صوفي سبيس. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. في الفيديو تاعنا اليوم رايحة نطرق معكم للجائحة كوفيد 19، حتى لا نستهين بهذا الكورونا الفتاكة، باسكو لاحظت انه الحياة عند بعض المواطنين صارت عادية، تجمعات، اسواق مكتظة، الولاد يلعبوا برا، لي فام في مارشي، تشريب لما تحترم مسافة الامان بينها وبين الشخص الاخر. يعني الناس بدات تكره وتلاشي هذوك طرق الوقايه والارشادات والاحتراز اللي كانوا يتبعوها قبل شهر من دوك. يعني نولي اموا اون اريير اون ايتي با كوم سا، والفيروس بيان سور راهو غير ينتشر ويزيد، والدليل على ذلك عدد الاصابات اللي راهي في تصاعد متسارع مفاجئ. من اجل ذلك اليوم جبت لكم هاد لا فيديو الخاصه بالكوفيد 19 تحت عنوان What happens to your body when you get coronavirus؟ أو ما الذي يحدث لجسم الإنسان عند إصابته بفيروس كورونا؟ حبيت نقول لكم برك أنه هذا الفيديو ما ديتهاش من قناة واحدة أخرى، يعني ما سرقتهاش، وإنما هي يعني من تصميم وتقديم خويا اللي نقوله يعطيك الصحة بارك الله فيك. أنا هنا نخليكم، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ونقول لكم ربي يحفظكم من كل شر. مع السلامة. ما الذي يحدث لجسم الإنسان عندما يصاب بعدوى فيروس كورونا؟ ينتقل الفيروس غالباً عن طريق الفم أو الأنف، وذلك من خلال السعال أو العدس، إذ يلامس الأسطح والأرضيات، وعند ذلك يلتقطه الإنسان بيده. وإن حدث أن لمس الشخص عينيه، أنفه أو فمه، يمكن أن يصاب بالعدوى. كما يستطيع الفيروس أن ينتقل عن طريق مصافحة الشخص للآخرين ثم لمس أنفه، فمه أو عينيه. فما الذي يحدث فعلا عندما يدخل الفيروس لجسم الإنسان؟ يمر الفيروس إلى الحلق والجهاز التنفسي العلوي للجسم، وقد تكون الأعراض الأولية خفيفة وتمر بسرعة، فيرافقها التهاب في الحلق وسعال جاف عند 80 حتى 85% من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس. ويتحول لون الحلق إلى أحمر عندما يبدأ الجهاز المناعي عند الإنسان بمحاربة هذا الفيروس التاجي، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم محاولا خلق بيئة معادية لهذا الفيروس. في الحالات الأكثر خطورة قد يصل هذا الفيروس إلى الرئتين، وهو ما يسبب التهابا رئويا، ويكون هذا الحال عند 20 حتى 25% من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس، وعند ذلك يرتبط بنوعين من الخلايا في الرئتين، الخلايا الكأسية التي تنتج المخاط، وخلايا الأهداب التي عادة ما تمنع الرئتين من الامتلاء بالحطام والسوائل بشكل عام. يستغرق الالتهاب الرئوي 10 أيام ليصل إلى ذروته، وبالتالي يتسبب في انسداد الخلايا، وفي الحالات الحرجة يكون الفيروس التاجي كورونا فيروس قاتلا، خاصة عند كبار السن وعند الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. ولا يقتصر الأمر على هؤلاء، ففيروس كورونا كوفيد 19 يمكن أن يكون قاتلا حتى عند الشباب وصغار السن، خاصة المدخنين منهم، وذلك نظرا لاستجابة الجهاز المناعي الذي يفرط في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي بدورها تنشط المواد الكيميائية في الجسم، فتتسرب إلى الرئتين وتتحد مع فيروس كورونا كوفيد 19 وتهجم على الرئتين، الشيء الذي يضر ويعطل دور الخلايا بداخلهما، وبالتالي عدم القدرة على التنفس، كما تؤدي هذه الاستجابة أيضا إلى فشل الأعضاء وموت الشباب والصغار.